في التعيينات في المحكمة العليا وفقا لمسودة قانون. وتتألف لجنة اختيار القضاة حاليا من 9 أعضاء، ويتطلب تعيين أحد القضاة موافقة 7 أصوات على الأقل من الأصوات 9. وبموجب مشروع القانون الذي صاغه وزير العدل، ستتوسع اللجنة لتضم 11 عضوا يكون بمقدورهم الموافقة على التعيينات بأغلبية 6 أصوات فحسب. وللمزيد ينضم إلينا الآن من القدس مراسلنا نضال كناعنة. نضال، أهلا بك معنا، نأخذ منك التفاصيل ربما حول هذه الخطة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة ترتيب لجنة اختيار القضاة. نعم داليا، عمليا إعادة هيكلة لجنة انتخاب القضاة في إسرائيل هي جزء من خطة كبيرة أعلن عنها وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين، والآن نشرت مسودة مبدئية لها ويجري صياغتها قانونيا، وسيتم عرضها على البرلمان الإسرائيلي في القريب العاجل كما تتعهد الحكومة. هذه الخطة بالمجمل تضعف من السلطة القضائية في إسرائيل، وتغيير لجنة انتخاب القضاة هو جزء مهم سيمنح حكومة نتنياهو القدرة على تحديد شخصيات قضاة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وبالتالي إحكام السيطرة على الجهاز القضائي. في السابق كانت لجنة اختيار القضاة فيها أغلبية للجهاز القضائي، حيث كان فيها ممثلين عن لجنة المحامين، وأيضا 3 ممثلين عن القضاء الإسرائيلي، قاضيين من محكمة العدل العليا ورئيس محكمة العدل العليا، مقابل وزيران في الحكومة وعضوي كنيسة. وفقا للاقتراح الجديد سيكون هنالك 3 وزراء، منهم رئيس العدل الإسرائيلي و3 رؤساء لجان، وأيضا ممثلين عن الجمهور يختارهما وزير العدل، وبالتالي ستكون أغلبية للحكومة داخل اللجنة، مما يمنحها صلاحيات غير مسبوقة تثير الكثير من الاعتراضات في إسرائيل. اليوم كانت هنالك عريضة وقعها كل المستشارون القضائيون للحكومة منذ 50 عاما ضد هذه الخطوات. شكرا لك مراسلنا نضال كناعنة، كان معنا من القدس.